صدمة قبل وقوع أبي أحمد، إثيوبيا تتعهد بالدفاع عن سد النهضة وتتحدى مصر، ونتائج حوار مصر وأمريكا، ماذا عن سد النهضة؟ ننشر التفاصيل. وعاجل علماء الآثار يحققون اكتشاف العمر تحت شوارع مدينة في مصر، ننشر التفاصيل. والمصريون في السعودية يحذرون من عقوبة شديدة. وبيع حصة بأكثر من 2 مليار دولار في فودافون مصر، ننشر التفاصيل. وخبر صار لكل المصريين قفزة تاريخية في الصادرات، ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل أكتر من 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في التفاصيل. أول خبر معانا، وصدمة قبل وقوع أبي أحمد، إثيوبيا تتعهد بالدفاع عن سد النهضة تتحدى مصر. تعهد مجلس العمل الإثيوبي للمغتربين بالدفاع عن إثيوبيا بأي ثمن وتحقيق بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. وقال رئيس المجلس خلال الحفلة الختامية للزيارة التي استمرت شهرين إلى إثيوبيا والتي أجراها ممثلو المجلس، إن مجتمع المغتربين ملتزم بالعمل الجاد لتحقيق بناء سد النهضة الذي وصل الآن إلى مرحلته النهائية. أشار المنسق إلى أن المجلس سيعمل على تعزيز السد وتشجيع الإثيوبيين المقيمين في جميع أنحاء العالم على المساهمة، وسيعمل كسفراء لسد النهضة. وفيما يتعلق بالدفاع عن البلاد من الضغوط المختلفة، وسماه بالضغوط من بعض الجهات الغربية، قال إن معظم أفراد المغتربين يقاتلون تلك العناصر التي تقف ضد إثيوبيا باستخدام منصات مختلفة. أشار إلى أن مجتمع المغتربين يلعب دوره الحاسم بالنسبة للإثيوبيين ليشهدوا التغيرات والإصلاحات في البلاد، وقال نحن مستعدون للدفاع عن أمتنا بأي وسيلة وبأي ثمن. وقام أعضاء مجلس العمل الإثيوبي للمغتربين بزيارة سد النهضة وغيرها من المشاريع الوطنية الضخمة، بما في ذلك مشروع تجميل أديس أبابا، كما زار الأعضاء قوات الدفاع الوطني الإثيوبي وقدموا الدعم المادي إلى جانب التبرع بالدم. المصدر معانا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية، طبعا يعني رابطة أو مجلس العمل الإثيوبي للمغتربين، بيقول لك إن إحنا بنحارب بعض الجهات الغربية وبعض الجهات الأجنبية التي يعني تدعم جبهة تحرير تجري ضد سد النهضة. ولكن يعني أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. وفي إشارة لتحدي مصر إن إحنا مش هنوصل لاتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف، إحنا هنفضل ماشيين بدماغنا وهنملى السد وهنبنيه ومحدش ليه عندنا حاجة. ولكن أترك ليكم التعليق على هذا الخبر، هل خطتهم هتنجح ولا لا؟ ننتقل مع بعض الخبر آخر، ونتائج حوار مصر وأمريكا، ماذا عن سد النهضة؟ نشرت الخارجية المصرية البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا في ترجمة غير رسمية لهذا الحوار. وعلى حسابها في فيسبوك كشفت الخارجية المصرية تفاصيل جلسة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا. وقالت في بيان، ترأس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية المصري سامح شكري الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا خلال يومي 8 و9 نوفمبر 2021 في العاصمة واشنطن. أضاف البيان، أشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين أمريكا ومصر في عام 2022، وأعاد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحدد مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليم والموضوعات الثقافية والشؤون القنصلية وحقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون والدفاع والأمن. واتفقا كذلك على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري. أكملت الخارجية في بيانها، أكدت أمريكا ومصر التزامها الراسخ بالأمن القومي للبلدين والاستقرار في الشرق الأوسط، وأشادت مصر بدور أمريكا في التنمية الاقتصادية في مصر
وبقيام أمريكا بإمداد مصر بالمعدات الدفاعية وكذا بالتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية لمصر، أعربت أمريكا عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، وذلك في تعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة وفق البيان. بخصوص سد النهضة، أكمل البيان فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جددت أمريكا تأكيد دعم الرئيس جو بايدن للأمن المائي لمصر. ودعت أمريكا ومصر إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية بشأن سد النهضة وبرعاية رئيس الاتحاد الإفريقي، اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2021 واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. أشارت الخارجية المصرية إلى أن الجانبين الأمريكي والمصري ناقشا الأوضاع في السودان وتسوية النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا وأجرى الجانبان حوارا بناء حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما شمل الحوار موضوعات حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف وفقا للخارجية. وأعربت أمريكا ومصر عن التزامها بالتوقيع على ملحق لمذكرة التفاهم بينهما لتعزيز حماية الملكية الثقافية وإطلاق مناقشات حول خطة للعمل. المصدر معنا كان من RT، ويعني هذه كانت بعض نتائج حوار مصر وأمريكا وتكلموا عن موضوع سد النهضة. وزي ما قلت لحضراتكم أن جو بايدن يدعم مصر في حقوقها المائية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والمصريون في السعودية يحذرون من عقوبة شديدة، وأفاد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي بأن عقوبة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابه الخاص غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال. وأكد حنفي أنه إذا كان وافدا يرحل، والسجن مدة تصل ل6 أشهر، والحرمان من الاستقدام مدة تصل ل5 سنوات، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين. وناشد حنفي أبناء الجالية المصرية بالسعودية الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالعمل بنفس المهنة المسجلة بهوية مقيم وعدم العمل لدى الغير حتى لا يتعرض لعقوبة الترحيل على حساب صاحب العمل الذي يعمل لديه، وكذلك عدم العمل لحسابه الخاص الذي تصل غرامته ل50,000 ريال والسجن لمدة تصل ل6 أشهر والترحيل لمصر. وفي سياق منفصل، أفاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن الأمن العام السعودي أعلن أن مخالفة من يضبط قادما لأداء العمرة ودخول الحرم الشريف لأداء الصلاة دون تصريح غرامة مالية قدرها 10,000 ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون الحصول على تصريح، وغرامة مالية قدرها 10,000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي دون تصريح لأداء الصلاة. مصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. علماء الآثار يحققون اكتشاف العمر تحت شوارع مدينة في مصر. وشهدت مصر اكتشافا فائقا بعد أن اكتشف علماء الآثار تمثالا عملاقا لفرعون غير معروف نسبيا تحت شوارع مدينة تعج بالحركة. وقدمت مصر لعلماء الآثار ثروة من المعلومات التاريخية على مر السنين. وبينما كانت الحفريات تجرى في مصر وحولها لعقود من الزمن، فإن المدى الذي عاشت فيه حضارة متقدمة في البلاد لم يكن معروفا للعالم الغربي سوى في أواخر القرن 19، وذلك عندما بدأ عالم المصريات الإنجليزي ويليام ماثيو عمله واكتشف أجزاء من تمثال ضخم لرمسيس الثاني الفرعون المصري العظيم. وبعد أكثر من 100 عام في مارس 2017 كان فريق من الباحثين ينفذ حفرا في أحد الأحياء في شمال شرق القاهرة، وكشف التحقيق عن معبد عمره 3000 سنة بناه رمسيس، ولكن في نهاية الموقع تماما كما كان الفريق على وشك إنهاء الأمور ضرب أحد الحفارين شيئا صلبا في الأرض.
واكتشف ما عثر عليه في النهاية خلال الفيلم الوثائقي لقناة سيموسونيان الأسرار الفرعون في الضواحي. وأوضح الدكتور ديريتش راو المدير المشارك لمشروع هليوبليس: فجأة أخبرنا العمال أن هناك حجرا كبيرا، وعندما قام الفريق بإزالة الطين بدأ شيء رائع في الظهور، تمثال عملاق، وبعد تقشير طبقات الأرض سرعان ما أدرك أن العمال كانوا يقفون على قمة صندوق وكشف الجذع الكبير عن نفسه ببطء، ووجد أنه مصنوع من الكوارتزيت أحد أكثر المواد قيمة في العصر القديم. وفي غضون دقائق اكتشف رأس العملاق مدفون رأسا على عقب في الوحل. وأشار راوي الفيلم الوثائقي: أدرك علماء الآثار أنهم توصلوا إلى اكتشاف العمر التمثال العملاق لفرعون، ولكن التمثال لم يكن لرمسيس كما توقع الكثيرون. يشير الحجم وحجر الكوارتزيت والتفاصيل المعقدة للنحت إلى أنه كان نصبا ذا أهمية كبيرة. وبشكل مذهل كشف عن سلسلة من الحروف الهيروغليفية التي حفرت عميقا في وجه الصخرة بعد تنظيف التمثال، وقدمت أدلة على هوية التمثال. وأوضح الدكتور راو: وجدنا 4 حروف هيروغليفية جودة النقش رائعة، لكنك تتعامل مع واحدة من أصعب المواد التي توفرها مصر القديمة. وبالنسبة للدكتور راو والفريق، كشفت الحروف الهيروغليفية أن تمثال فرعون غير معروف نسبيا خارج دوائر علم المصريات بسماتك الأول. وحتى وقوع الاكتشاف كان يعتقد أن بسماتك لم يكن أكثر من فرعون صغير، ومع ذلك يشير حجم التمثال إلى أنه كان ملكا ذا أهمية أكبر بكثير، كما أن روايات المؤرخين قدماء عن بسماتك قليلة ومتباعدة. ويعرف الخبراء أنه حكم مصر لمدة 54 سنة من 664 قبل الميلاد، وفي هذا الوقت فقدت مصر تماثيلها كقوة عظمى وسقطت في فقر نسبي. وعلى هذا النحو يعتقد علماء المصريات أن بسماتك حكم البلاد عندما كانت تعاني من الكثير من المشاكل. المصدر معنا كان من صحيفة إكسبريس، ويعني اكتشاف عظيم آخر لمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيع حصة بأكثر من 2 مليار دولار في فودافون مصر. وقالت شركة فوداكوم الجنوب إفريقية إنها تعتزم شراء حصة 55% من الوحدة المصرية لمجموعة فودافون مقابل 2.47 مليار دولار. وقبل ذلك ذكرت الشركة المصرية للاتصالات في بيان على موقعها الرسمي أن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرتها يوم الثلاثاء بتلقي مجموعة فودافون عرضا مبدئيا لنقل ملكية حصتها إلى شركة فوداكوم. وأضاف البيان أن مجموعة فودافون ستفصح عن قيمة العرض وتفاصيله. وتمتلك مجموعة فودافون أغلبية مجموعة فوداكوم المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب إفريقيا. مصدر معنا كان من رويترز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وخبر صار لكل المصريين: قفزة تاريخية في الصادرات. وأشارت الحكومة المصرية في بيان إلى تحقيق نجاح كبير برفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالأسواق العالمية، وذلك بعد التوسع في المشروعات القومية سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية. وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته الحكومة المصرية. وأظهر التقرير القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، لافتا إلى تحسين وضع التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2020-2021 مقارنة بعام 2019-2020، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2% مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2021 مقارنة ب 29.1 مليار دولار عام 2019-2020. مصدر معانا كان من RT. نتمنى ان شاء الله يعني الخير دائما لمصر والقفزات التاريخية الدائمة في الصادرات المصرية لجميع دول العالم. نتمنى ان شاء الله الخير لمصر ولجميع المصريين. جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم ان شاء الله. كان معكم اسلام الامير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.